مساء فيبطل السحر. عجيب. إذن أنا خلنا ناخذ ما هو سر الوقاية من السحر. يعني واحد خائف من السحر حتى لا يقع فيه، فما الذي يفعل حتى يقي نفسه من السحر؟ جميل. في يوم من الأيام كنت أقرأ على امرأة مع زوجها، فنطق الجني قال لن أخرج. قلت ستخرج. لن أخرج، لا تخرج. المهم قلت سأقرأ عليك القرآن حتى تخترق. المهم جلست أقرأ. قال انتظر انتظر. قلت نعم. قال أخرج منها بشرط واحد. قلت ما هو؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك. في أنا فقلت له أدخل. فزوجها قال انتظر انتظر يا شيخ، إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك؟ قلت دع أدخل. فانتظر قليلا ثم بكى الجني. قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم. قلت لما؟ قال لأنك قلت بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. فهذا أول حرز يحرز الإنسان نفسه من الأذكار والأدعية وكذا، وأذكار الصباح والمساء يا أخوان، بشرط أن تقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وتفكر، لا تقولها وأنت مشغول ستحصن بلا شك.